السلام عليكم. سالم سكوتر دي زد موتو دي زد معكم. كما على بالكم مهدي كان حاضر في نسخة تاع معرض الدراجات النارية اللي جرى في ميلانو في 2016 وبالتحديد من 8 نوفمبر إلى 13 نوفمبر في ميلانو، حيث جابنا تصاور وفيديوهات من بينهم فيديو تاع تي ماكس 2017 وتي ماكس الجديد اللي راكم تشوفوا فيه الان. هذا تي ماكس راح يكون اون 3 فيرسيون ستاندر دي اكس و اس اكس، وراح يكون حاضر ان شاء الله هنا في الجزائر، راح يجيبوها ياماها الجزائر. تسمى ما تنساوش تريحوا تبعوا فينا وتشتركوا في قناة يوتيوب تاعنا اللي هي ماكارون تويت، وتخليونا كومنتار او تعليقات تاعكم تخليهم لتحت باش نعرفوا اسكو عجبكم ولا ما عجبكمش. وما تنساوش تريحوا تبعونا في لاباج فيسبوك تاعنا وفي لي دو سيت تاعنا سكوتر دي زاد وموتو دي زاد، وخليكم تتمتعوا بالفيديو اللي جابوه لكم هذه.